خلونا دلوقتي نروح لفقرة السوشيال ميديا واللي شهدت في الحقيقة ردود أفعال حلوة قوي عن مهرجان العالم عالمين، وخليني أتكلم عن تفاعل كبير قوي من جميع الفنانين المشاركين في المهرجان. وهنبدأ مع الفنان كاظم الساهر، واللي في الحقيقة كل يوم بيواصل نشر الفيديوهات والصور الدعائية لحفلته في مهرجان العالمين، واللي مقرر ليها بكرة إن شاء الله الخميس. القيصر نشر النهاردة فيديو ترويجي جديد لحفلته وكتب عليه تعليق قال فيه: غدا الخميس موعدنا في العالمين الجديدة سهرة من العمر. الجمهور في الحقيقة تفاعل جدا مع الفيديو اللي نشره كاظم الساهر، وكتبوا كتير من التعليقات الإيجابية جدا، منها حبيبنا القيصر أبو وسام: منتظرين الحفل. وبرضو لقينا كتير قوي من الجمهور بيسأل عن إذاعة الحفلة على التلفزيون، وخصوصا الجمهور اللي ما قدرش يجي يزور مصر. نجم ما زال بريقه يذهل الملايين شرقا وغربا. القيصر كاظم الساهر.